إن حديث مسحه عليه الصلاة والسلام على الناصية والإمامة استدل به من أجاز المسح على بعض الرأس، إذ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على بعض الرأس، فأقل ما يجزئ في المسح على الرأس مكشوفا هو بعضه، ولكن الصواب وجوب استيعاب الرأس بالمسح. وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه، ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهي مقدمة الرأس، مسح عليها مع الإمامة.